بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه قضيه كبيره في حياه الانسان ومهمه ويقع كثير من الخلق فيها وهي ان الله سبحانه وتعالى امرنا بالتسامح وأمرنا بالعفو وأمرنا بالصفح فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير كثير جدا من الناس يصعب عليهم هذا التسامح يجد قلبه حزينا من إيقاع الأذيه عليه وإذا قلنا له سامح اعفو اغفر تجاوز مشيها فإنه يحاول مع نفسه أن يفعل هذا ثم لا يجد قلبه يعني يجد قلبه مش راضي لسه مش مسامح لسه فيه ألم أو حزن أو زعل في قلبه ومش عارف يسامح فنعمل إيه وهل هو كده يبقى عند الله سبحانه وتعالى يعني آثم مذنب عاصي يعني الله سبحانه وتعالى هينزل غضبه عليه ولا إيه الحكاية لقاءنا اليوم حوالين هذه القضية وهي بيشكو كثير منها خاصة الشباب والأولاد في بداية عمرهم لأنهم بيتألموا جدا من إن حد يوقع الإساءة أو الأذية أو الضرر عليهم وكثير من زمايلهم ما بيبقاش واخد باله اللي هو بيقولوا ده اثروا ايه على اللي امامه يعني هو بيتكلم بطبيعيه بيهزر فيشتمه في الوسط يعني حاجه سهله كده والشتيمه دي تاثر فيه او يعايبه على حاجه ملوش دخل فيها او يعايره بانه هو قصير ولا طويل ان هو آه نظره ضعيف ولا لا؟ حاجه هو ملوش دعوه فيها، ده ربنا خلقه هكذا. فالتاني يتألم جدا وهو اللي قال كده مش واخد باله قد ايه أذى اخوه او زميله او الرفيق بتاعه او يمكن حبيبه، يعني ممكن يكونوا الاتنين انتيم وواحد بيقول لواحد كده على سبيل يعني الهزار والفرفشة فكلمة تقع في عيني على قلب الشخص اللي احنا بنتنمر عليه او بنطلع عليه الاساءة او بنطلع عليه اللقب ساعات برضو ربنا نهانا ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان المعايرة والتنمر والاساءه كل الحاجات دي بيعملها الانسان وكانها حاجه سهله وهي وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ساعات كده الواحد يحقر او يحتقر بعض التصرفات خفيفه يعني ولكنها بتؤثر في السامع ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه يا يعني كون ان انا اقول للناس حسنا قبل طب الصلاه طب والصلاه دي حاجه يعني كده هينه عندنا دي ركن الدين بني الاسلام على خمس منهم ايه اقامه الصلاه الصلاه دي وذروة سنامه الصلاة يعني آخر حاجة قمة الدين هي الصلاة أمال بقى إن أنا أقول للناس حسناً فوق كمان الصلاة قبلها فنتصور التصور ده وقولوا للناس حسنا و أولا إن قلنا الناس حسنا أقيموا الصلاة يبقى إذن أنا قدام منظومة أو فكر بيقول إن لابد علي من أن نقول للناس حسنا طبعا تفاصيل المسامحة وعدم القدرة طب أنا مش قادر أسامح قال سامح في الظاهر الله يعني إيه أسامح في الظاهر مش هبقى منافق كده قال لا ما تبقاش منافق ولا حاجه والكاظمين الغيظة يبقى اول درجه ان انا اكظم غيظي يبقى في تدريب هنا وقوه شخصيه ان انا الغيظ بتاعي ما طلعش في صوره رد الاساءه بالاساءه وبعدين هو يسيء الي علشان بيرد الاساءه بتاعتي وما نعرفش مين اللي اساء الاول ويجوا يختلف الناس خناقه بقى لكن لا والكاظمين الغيظ ادي اول مرحله طيب كظمت غيظي بس غيظة موجود ايوه ما هم هتجظموا ازاي ما هو لازم يكون موجود يبقى انا لما في الالم اللي انا فيا ده مش حرام ولا حاجه ده انا عملت اللي عليا ان انا اللي في قلبي ما طلعش في ايديا ورحت ضربه ما طلعش في لساني ورحت شتمه ما طلعش في تصرفاتي وافعالي وكده قال ايه قال لك ده درجه من درجات الاحسان والقرب الى الله انت كده قربت من ربنا خطوط خطوه مشيت شويه كده اهو والكاظمين الغايظة طيب كظمت غيظي لا بيحركك شويه كده بيديلك يعني ايه كدو هديه بيديلك حافز بيقول ايه والعافية عن الناس الله انت قلت لي اجزل غيظك قال لما انا هديتك اهو هديت وخدت نفسك وكظمت غيظك قال له اه انا متغاظ بس يعني خلاص والكظمين الغيظ قوم يجي يقول لك ايه والعافين عن الناس يبقى خطوه تانية اعفوا بقى ده لمصلحه مين على فكره مش لمصلحه المسيء ده لمصلحتك انت انت عايز تجمع درجات مع الله انت كده خدت 30 40% كظمين الغيظ خدت على طول 40 درجه من 100 ولا عن الناس خدت بقيه السبعين الثمانين طيب عفونا عن الناس خليها علينا احنا المره دي. والله يحب المحسنين اوه ده أوه. كمان مش كده وبس ده عايز كمان انا احسن للشخص ده والله لو عملنا كده للدنيا كلها تحب بعض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين دي الدرجة الأخيرة بقى اللي هتاخد مية في المية اللي هو كله ده ليك أنت ما هواش للمسيء ولذلك الآية دي عظيمة الشأن لأنها بينت إن الحاجة اللي في القلب ربنا مش هيحاسبني عليها ما هو اللي خلقها أنا بحب مش هيحاسبني على الحب ده أنا بكره مش هيحاسبني على الكره انما هيحاسبني على ايه؟ على ان الكره ده خلاني اعمل الغلط وبيحاسبني على الغلط ده على الفعل على التصرف الجسدي بتاعي منظومه كبيره وعايشينها ساعه بساعه مع بعض وفي الحياه الدنيا لان دي طبيعه ابتلاء الحياه الدنيا وكنت عايز ونفسي اسمع برضو حاجات من عندكم تكون شغلاكم او انتوا اصطدمتوا بيها في حياتكم في هذه الحياه الدنيا علشان نقول عليها اتفضلي قولي هو انا يعني في واحده من البنات اللي معانا في الفصل قالت للمرحله بتاعتي كلها البنات اللي انا اتكلمت عليها واللي انا اتكلمت عليهم وعليه ولا انا يعني بتكلم عن كل الناس وكلهم ما بقوش بيتكلموا معايا يعني, يعني انا مش عايزه اتكلم معاها تاني هو اصلا ما بتتكلمش معايا فانا اعتذر لها ولا اروح اتكلم معاها هل... ولا وانت ما اتكلمتيش ولا اتكلمتي وهي خبصت عليكي انت ما اتكلمتيش يبقى هنا احنا قدام جريمه كبيره وقعت فيها الزميله دي هي. ايه جريمه انها كذبت والكذب بتاعها فيه شوية بهتان كده متغلفين بالسلوفانة حلوة كده اهو مرفوفين وفيها أذية أكتر إنها أوقعت بين السائلة وبين الناس نيجي في الكذب بقى أبو ذر قال لسيدنا رسول الله على المعاصي قال له يا رسول الله المسلم يعني كده ممكن يعني يسرق ممكن يضطر ولا يحتاج ولا كده ينسى نفسه والعياذ بالله تعالى يسرق السرقه دي كبيره من الكبائر وحرام وفيها حد حاجه فظيعه جدا يعني قال نعم ممكن على طول بقى ده بنطلبه ان هو يتوب ويرجع السرقة اللي سرقها ويتوب الى الله سبحانه وتعالى وما يعملش كده مره ثانيه هيكذب المؤمن قال لا يبقى هنا ارتكبنا حاجه وحشه اوي او كبيره من الكبائر وهي الكذب الكذب ده اهو زي ما سمعنا عمل ايه؟ عمل فتنه بين صاحبتنا السائله وبين زميلاتها طيب الجريمه الثانيه الجريمه الثانيه قام بيها الزميلات الفضليات والزملاء الاعزاء ازاي اللي هي فين انهم صدقوا الكذاب طب وانا نعمل ايه سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع اوعى تصدقوا الاشاعات و والاخبار وكل واحد يقول حاجه نصدقها ارايت الشمس شايف الشمس قال له على مثلها فاشهد لما الواحد يبقى متيقن ام كان يجب ان احنا نروح لها ونقول لها انت قلتي صحيح كذا وكذا تقول ابدا خلاص يبقى ما قالتش اهو الجريمه الثالثه بقى انها وصلتني لعدم العفو مش قادر اعفو عنها اوعي إيه تعزلي نفسك بالشكل ده انت يجب عليك ان انت تعملي علاقه مع اصحابك وتدوم على فكره انا مش كذابه وانا ما قلتش وانا ما عملتش وتدافعي عن موقفك انما الانسحاب بيمكن ايه بيمكن من ثبوت التهمه الباطله عليك فيجب على الإنسان أن يكون عاقلا وحكيما حد عنده أسئلة تفضل لو أنا بهزر مع, مع صحابي بالشتايم وهم قابلينها هل ده حرام ولا حلال؟ مع مع صحابي بالشتايم وهم قابلينها، هل ده حرام ولا حلال؟ احنا قلنا ايه؟ انه ما ينفعش الهزار بالشتايم لان ربنا نهى عن كده. العفاف وال... والجمال في ال... في الاداء ده يدل على الرقي. يقول لك طب هو قابل يا اخي وانا راضي وهو راضي، انت مالك انت يا قاضي؟ لا انا في نموذج لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. ربنا ما يحبش سفاسف الامور وما يحبش الجهر بالسوء الا من ظلم وده ليها شروط واوضاع ما هياش موجودة بقى في الهزار والكلام وكذا الى اخره وان يكون الشتايم في الوسط نعم في حد من البنات عايز يسال اتفضلي فريدي انا حاولت اصلح بيني انا وبين حد وهي ما, سم... ما رضتش تسمعني ولا حتى بصت لي فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون عايزين نتعلم صفه الصبر والمداومه مره واحد من كبار الاولياء والعلماء واحد ساله هو مين الشيخ بتاعك مين الأستاذ بتاعك مين اللي علمك عشان احنا شايفين ان انت راجل مظبوط قوي وجميل حلو مين اللي علمك فقال له أستاذي نملة فالتاني فكر انه هو بيهزر يعني قال له نملة ازاي يعني قال له أنا كنت آآ آآ قاعد وفي صخرة قدامي وبتحاول نملة انها تطلع عليها كل ما جت في الوسط كده ولأن الصخرة ناعمة وملساء تيجي ساقطة فتحاول مرة تانية وهو قاعد بيتدبر ويتأمل في الحكاية دي فعدها 80 مرة 80 مرة و النملة بتحاول تطلع على الصخرة من فوق لغاية القمة ومش عارفة تطلع تسقط تطلع تسقط عدت 80 مرة الظهر أدن راح قايم متوضي وصلى السنن والفريضة وكل حاجة ورجع للخلوة بتاعته علشان يشوف مر من الزمن على ال مره دي حاجه بتاع ساعه يعني في الساعه طلعت 80 مره مسكينه وتسقط وهو راح لما توضى وبتاعه ومش عارف ايه وصلى وكذا قعد ساعه كمان فلقاها قربت على القمه وراحت واصله ليها فيعني وستين مره يعني بعد 160 محاوله مش من اول مره ولا عاشر ولا 100 في هدف لازم نوصله يبقى لازم نوصله الراجل قال اذا كان ده شان النمله وانا اللي ربنا اعطاني العقل والحكمه والاختيار وكرمني واسجد لي الملائكه ازاي ما بقاش يعني احسن من النمله يعني فانا ما دمت في هدف لابد ان اصل الى هذا الهدف حتى لو تكررت المحاولات لما بروح اصالح حد وهو مش راضي بهذه المصالحه يبقى على فكره اللي بيرفض المصالحه هو اللي غلطان لإن إحنا فصلنا ما بين قبول المصالحة أنا قبلت خلاص وبقاء الألم والغيظ في القلب وأنا هكتمه لأجل الله ولأجل نفسي أنا علشان أنا آخد ثواب طيب ناخد سؤال مولانا أنا زي الفل يا عارف الفل الأبيض ده اللي هو ريحته حلو أهو أنا زي الفل أنا ببقى في أفكار في دماغي إيه بتبقى وحشه مثلا راح اقتل حد راح اقتل حد انا مش عارف دي بتبقى من نفسي ولا من الشيطان اصل كل ما بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بتجي دي تاني وبترجع تاني بعديها بدقيقه العلماء تكلموا عن القاءات الشيطان للانسان وانه كما وصفه ربنا وسواس خناس يعني يرمي ويجري فقالوا اذا المسألة لقيت في إلحاح من نفسك يبقى ده من النفس وليس من الشيطان تفضل هو في الدين لازم ان احنا نسامح الناس مش صح لابد ان احنا نسامح والمسامحه دي المطلوب فيها او الغرض منها نفسي انا انا بجمع درجات زي ما شرحت لك في الجزء الاول لما بسامح الناس انا باخد ثواب فانا عايز انا اخد ثواب وابقى انا احسن من ان انا ما سامحش وما اخدش الثواب يعني بضيع على نفسي الثواب نعم طب هو ليه لما احنا بنسامح الناس مثلا بيفضلوا يعملوا تاني وتاني وتاني واحنا بنسامح فيهم 20 طبيعه الانسان كده الانسان هو بيقولوا ايه الناس سموهم الناس ليه؟ لانهم كثير النسيان. يقول: "وما اول الناس الا اول الناس"، اول واحد نسي مين؟ سيدنا ادم ابونا، فهو نسي ادم فنسيت ذريته، احنا بننسى ليه؟ ليه الموعظه نسمعها ونمشي عليها شهر اتنين بكتير اسبوع اتنين بالكتير ويدخل رمضان ونتعبد وتبقى في حاله روحيه جامده وبعد رمضان يعني اسبوعين كويسين وبعدين نبدا ننسى ونختلط بالحياه فما سمي الناس الا لانهم ينسون اتفضل أه دلوقتي انا لو ازيد حد بالكلام بالغلط ومش بنيتي إن اذيه وهو ما قبلش يسامحني، كده ربنا هيحاسبني؟ يحاسبك انت لا انما هي هو هيضيع على نفسه الثواب. ايوه تفضلي هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس باختلاف؟ يعني مثلا اختلاف في لون البشره او ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلقه بطريقه فيها ما يسمى بسنه التدافع ان الناس بعضها يدفع بعض الى العمل والى العماره والى تزكيه النفس والى الخير فالاختلاف مهمته كده يعني لما تيجي تخترعي اله الاله دي مش كلها حاجه واحده بس لا دي تروس مختلفه بعضها بيحرك بعض بطريقة ونظام معين علشان يصل في النهاية إلى الفايدة بتاعة المكنة دي من غير الاختلاف يكون في تساوي في عوالم ربنا خلقها كده عالم الملائكة مثلا كلهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمروا كلهم واحد هم درجات عند الله لكن كلهم واحد زي اللي انت طالباه في ذهنك كده انه يبقى يبقى فيش اختبار ما امتحان ما اه اختيار لكن ربنا خلقنا مختارين وخلقنا عندنا عقل واسجد لنا الملائكه فساعات الانسان يطلب يقول لا انا عايز ابقى ملك انا مش عايز ابقى انسان انا عايز ابقى ملك واسجد للي انتوا عايزينه بس سيبوني في حالي كده انت بتسدي على نفسك يعني واحد بيديكي كيلو ذهب فانت بتقولي لا انا اكتفي بحته ورقه كده مكتوب عليها كيلو ذهب لا في فرق كبير بين كيلو الذهب انه يكون معاكي كده وبين حته ورقه مكتوب عليها انه ده كيلو ذهب او انه فاتوره بكيلو ذهب الانسان يجب عليه ان يكون يعني ايه عاقلا العاقل خصيم نفسه يعني هو حكيم ويقول لنفسه انا ربنا اتاح لي كل الخير ده ده احنا في خير عميم والتكليف والاختيار والعقل والدنيا بالنكد بتاعها ده فرصة العمر علشان يرضى ربنا سبحانه وتعالى عنا ويثيبنا ويجازينا خيرا وبعدين ننقلب إليه فيدخلنا الجنة. فدي حاجات من المهمات. إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.